واش الا كانوا غادي يعيونا راه ما غادي نعيو شي حق ولدنا ما غادي نتنازلوا عليه مهما كان الثمن. الدم ديال انور راه ما غادي يمشي شي هضره. احنا صامدين حتى ياخذوا المجرمين الحقيقيين الجزاء ديالهم. احنا بغينا المجرم الحقيقي هو اللي يتحاسب، ماشي يجيبوا لنا كبش فداء وسكتونا على انها قصير. هذاك راه ما غادي نطاليش علينا وما غادي نطاليش على الراي العام. السلام عليكم. اليوم كانت الجلسه 27 ولا 28 ديال الطالب انور العثماني اللي كان تقتل في طنجه. اليوم كان الدفاع ديال الخصم تخلف ما جاشي، ولا نابوا عليه واحدين اخرين. تم التاجيل ديال القضيه حتى الواحد في شهر 10. المصرحين جاوا غير ثلاثه، غير واحد اللي جا من المصرحين عفوا، وهما اصلا كيهضروا غير على ثلاثه، بينما المصرحين راه كثار. كاين اللي ما عيطوا لهمش نهائيا، حنا ما عرفناش علاش ما كيعيطوش المصرحين الاخرين، وخصوصا حارس العماره قال لك راه غادي يحضروه في الجلسه اللي جايه. اش غنقولوا حنايا؟ واش الا كانوا غادي يعيونا راه ما غادي نعيوش حق ولدنا، ما غادي نتنازلوش عليه مهما كان الثمن. احنا كنطيحوا النوضو، كنت أسفو لان عاد بقاو كل مره كان المحاميه ديالنا والدفاع ديالنا كيعاودوا نفس الكلام نفس الدفعات، الى حين المناقشه الى حين المناقشه الى متى؟ هادشي كيدي الجهد. وحنا نيت دابا، انا دابا وانا والاستاذه راه حنا ما كنقراوش اليوم، يعني راه التلامذ كيضيعوا، ولادي نيت راه ما كيقراوش اليوم. شكون اللي كيتحمل المسؤوليه ديال هادشي هذا؟ هاد الهضر ديال اطراف اخرى. للاسف حنايا اللي خصهم يديروا الواجب ديالهم ما كيديروهش. يعني كون كان كل واحد كيدير الواجب ديالو غنستافد انا من حقي والاخر من حقه والاخر من حقه، وما غنوصلوش لهاد الهضره هذا. البلاد ما كتحتاجش لهادشي هذا. نتمنى ان هاد الرساله توصل لاي واحد في اي مكان في اي اداره يقوم بالواجب ديالو، لان البلاد ديالنا ما بقاتش محتاجه المزيد من الهاجر من الهضر ومن ان خصنا نتقدموا، خصنا نحيدوا من هذيك الحساسيه الضيقه. الانسان يدير العمل ديالو فين ما كان، راه يكون مسؤول، راه ادى. كاين اللي ادى القسم خصو يخدم العمل ديالو بجديه امام الله وامام نفسه. هادشي اللي ممكن نقول. جلسه طل واحد شهر 10 ان شاء الله احنا متواجدين. الدم ديال انور راه ما غادي يمشي شي هضره. احنا صامدين حتى ياخذوا المجرمين الحقيقيين الجزاء ديالهم. هناك نقائص كبيره في الملف، قلناها وترناها اكثر من مره، راه كنهضروا عليها. كاينه، نعطيكم غير كمثال، مقبض السكين اللي دارت به الجريمه اداه الجريمه، كيقول التقرير بان فيه البصمات ديال المرحوم وديال القصير وخليط. هل الخليط ديال من؟ وهذه مسؤوليه ديال الدوله ديال المحققين، خصو يقولنا هذا الخليط ديال من. عاد الحوايج ديال المرحوم ما دارت عليهم حتى شي خبره، المحجوزات مجموعه. يعني حنا خصنا نشوف ديك التقرير القديم اللي كنا حنا ما عندنا لا اجهزه لا والو، الاعتراف سيد الادله. لا دابا راه العلم الطوار، الهواتف فين هو الكشف ديالهم فين كانوا؟ احد هذاك اللي معتقل بتهمه ديال التخلص هو كان في المكان الجريمه، خصنا نعرفوا في التليفون ديالو. الان العلم تطور، نعرفوا التليفون ديالو فين كان هذاك النهار وفين شكون كان مع المرحوم. هادشي كامل خصو يدار، باش حنا بغينا المجرم الحقيقي هو اللي يتحاسب، ماشي يجيبوا لنا كبش فداء وسكتونا على انها قصير. هذاك راه ما غادي نطاليش علينا وما غادي نطاليش على الراي العام. هادشي اللي ممكن نقول، ولنا لقاءات اخرى ان شاء الله. شكرا بزاف. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.